وبركاته أطباء وطبيبات المستقبل، طلاب سنة خمسة، إزايكم يا أبطال؟ وحشتوني جدا. النهاردة إن شاء الله حبيب قلبي هنحل مع بعض تمارين يونيت 2 الوحدة الثانية لسن 4 الدرس الرابع اللي كان بيتكلم على an awful nightmare، يعني كابوس مزعج أو كابوس مخيف. حبيبي أول حاجة لازم أنت تكون حلل التمارين دي وبالطابق الحل بتاعك مع الفيديو. لو في اي حاجه او اي جزئيه غامضه تواصل معي على الفور على جروب التليجرام. وكمان يا ريت تكبر الصوره وتعلي الجوده علشان تشوف الكتاب واضح قدامك. ما تنساش اللايك الجميله منك، لان اللايك بتاعتك دي هتساعدني وهتدعمني وهتخليني ان انا اوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس علشان تستفيد منه باللايك الجميله بتاعتك. يلا بينا نبدا. اول حاجه في التمارين عندي بوب كويز، بيقول لك في بوكس، في صندوق، في كلمة breathing، طبعا انت عارف breathing يعني التنفس، hospital اللي هي المستشفى، toxic يعني سام، field يعني حقل، و traffic اللي هو المرور او الازدحام المروري. طيب plastic is a okay so it kills، فبيقتل fish السمك when they eat it، لما السمك بياكله. يبقى البلاستيك ده حاجة اكيد سامة، وسام يعني toxic، يبقى أول فراغ إحنا هنكتب فيه toxic. برافو اللي كتب toxic وحلقها كده، خلاص خدنا toxic. dirty air الهواء القذر causes problems، بيسبب problems with breathing. يعني إيه problems with breathing؟ يعني مشاكل تنفسية أو مشاكل في التنفس، اسمها problems with breathing. طيب خلاص. Number three, there is too much. في too much إيه؟ In the street، في الشارع. أكيد traffic، يعني traffic يعني ازدحام مروري. يبقى هنقول كده there is too much traffic in the street. Number four بيقولك when I'm ill، عندما أكون مريضا، I go to the، بروح أكيد I go to the hospital، بروح المستشفى مش الفيلد، لا hospital المستشفى. في نفس الصفحة في بوب كويز تحت بيتكلم على الماتشنج التوصيل. طيب أول حاجة بيقولك when you have a bad dream، يعني لما بتحلم حلم سيء. هنقرأ الكولوم ده كله. A glass building used for growing plants، ولا you are out of the sun، ولا it's a nightmare، ولا gases from cars or factories، ولا clean air. Yeah when you have a bad dream يبقى it's a nightmare، لما بتحلم حلم سيء يبقى ده كابوس، يبقى هنا 1. Number 2 بيقولك emissions are، الانبعاثات بتكون طبعا gases، غازات from cars، من السيارات or factories او المصانع، هي دي الانبعاثات. رقم 3 بيقولك a greenhouse is، الصوبة الزجاجية بتكون طبعا a glass building، هو مبنى زجاجي used for growing plants، بيستخدم لزراعة النباتات، يبقى هنا 3. Number 4 بيقولك when you are in the shade، لما بتكون في الظل، معنى كده ان you are out of the sun، انت بعيد عن الشمس، يبقى هنا 4. وبعد كده كان عرض لي الدرس وبدأنا ناخد الايه التمارين بتاعت الدرس. في التمارين العامة على الدرس بيقول لي عندك بوكس، وطلع من البوكس واملى الفراغات اللي في التكست اللي في النص. عندي emissions انبعاثات، وعندي air هواء، وعندي traffic ازدحام المرور او حركة المرور، وعندي acid حمضي، وعندي toxic سام. طيب تمام جدا. We can't breathe because، لا نستطيع أن نتنفس لأن، the air الهواء is black and الهواء أسود، و طبعا الهواء أسود و سام toxic. The air is black and toxic. The air is black and toxic، يعني الهواء أسود و سام. We can't go outside، لا نستطيع أن نذهب للخارج. There are too many cars، في سيارات كثيرة، and too much traffic، وازدحام مروري كبير. Too much traffic. Too much traffic. طيب بعد كده قال لك so we have to stay، طبعا have to يعني مضطرين، we have to stay at home، احنا مضطرين نقعد في البيت، because A from cars are dangerous for our lungs، لأن A من السيارات خطيرة على الرئتين بتوعنا، طبعا emissions الانبعاثات، because emissions
لان الاميشنز اللي هم الانبعاثات from cars اللي طالعه من السيارات are dangerous خطيره for our lungs على الرئتين بتوعنا. Children can't go to school. الأطفال لا يستطيعوا أن يذهبوا للمدرسة because the air is too bad. لأن إيه سيء جدا طبعا the air لأن الهواء the air is too bad. في الماتشينج when something is toxic لما يكون في حاجة toxic سامة طيب a very bad dream ولا to make the air smell cleaner ولا very healthy ولا gases that come from cars and factories ولا it's very bad to eat or breathe. لا when something is toxic لما تبقى في حاجة سامة يعني it's very bad سيئة جدا to eat or breathe انك تاكلها او تتنفسها يبقى هنا one. Emissions are الانبعاثات بتكون طبعا gases غازات that come from cars جاية من السيارات and factories والمصانع يبقى هنا two. Air fresheners معطرات الهواء help us بتساعدنا to make the air smell cleaner في جعل رائحة الهواء أنظف. Number four, the nightmare الكابوس is a very bad dream يعني حلم سيء جدا. بالنسبة لسؤال الريوردر أو سؤال الترتيب احنا بنقرأ الكلمات كلها متلخبطة ونبدأ نحل ونكتب ما نعملش أرقام يا ولاد على الجملة أو على الكلمات. لا طبعا تعود دايما على انك تكتب جملة. Planet يعني كوكب. Look, our, we, after, need to. We نحن. واسأل نفسك. We ايه؟ طبعا we need to. يعني احنا محتاجين. We need to. طيب we need to look after. We need to look after. We need to look after. احنا محتاجين نعتني بي. طب هنعتني بي our planet. كوكبنا. We need to look after our planet. وطبعا بعد ما نحلها بنقراها علشان نتأكد ان احنا حلنا صح. We need to look after our planet. Number two بيقول لي stops. Okay. يمنع او يوقف. From going bad air to schools, children. يبقى bad air الهواء السيء بيعمل ايه? Stops بيمنع. Bad air. Stops بيمنع. بيمنع مين? Stops children بيمنع الأطفال. طيب بيمنع الأطفال من إيه؟ From going to schools من الذهاب إلى المدارس. From going to schools بيمنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس. هنا بيقول لك black my sister horrible dreams about air. يبقى my sister dreams about. أختي بتحلم عن my sister مالها dreams بتحلم about بتحلم عن أو بتحلم بي. طيب بتحلم بإيه أختي؟ هنا في كما صح؟ يبقى دي الأولى الصفة دي الأولى اللي بعدها كما الأولى يبقى أقوله horrible black air يعني الهواء الاسود المخيف. Number four بيقول لي problems Sarah breathing has here with. يبقى Sarah has. طيب عندها ايه Sarah? Sarah has problems. عندها مشاكل. Sarah has problems. وبعد كده اقول له with her breathing. يعني ايه with her breathing؟ يعني مشاكل في تنفسها. With her breathing يعني مشاكل في تنفس. Sarah has problems with her breathing. هنا بقى في choose بيقولك يلا اختار. The rain is acid. المطر حمضي. طيب يعني حمضي؟ يعني it has in it. في ايه؟ طبعا chemicals مواد كيميائية. When the air is dirty لما الهواء يكون قذر أو غير نظيف. We have problems with بيكون عندنا مشاكل في breathing في التنفس. Number 3 بيقول لي what can we do ماذا نستطيع أن نفعل to eat our planet طبعا to protect our planet لنحمي كوكبنا. Number 4 بيقول لي we use احنا بنستخدم ايه for growing plants لزراعة النباتات علشان نزرع نباتات بنستخدم greenhouses اللي هي الصوبات الزجاجية.
Number 5 بيقول لي there are a lot of trees. يوجد الكثير من الأشجار and we sit وإحنا بنجلس in their shade في ظل الأشجار. هنيجي على الباراجراف اللي طلب كام؟ طلب 5 sentences خمس جمل باستخدام الكلمات اللي هو جايبها لي. بعنوان what can we do to protect our air؟ ماذا بإمكاننا أن نفعل لنحمي الهواء؟ على فكرة توقعاتي أنا إن الباراجراف ده يعتبر أهم باراجراف في المنهج. الاهتمام كله دلوقتي على البوليوشن وبروتكتنج اور اير وبروتكتنج اور كانتري ولوكينج افتر اور كانتري والحاجات دي كلها بسبب موضوع طبعا تغير المناخ والكلام ده، فده يعني الموضوع السائد دلوقتي، فركز في باراجراف زي ده. هو طلب مني خمس جمل، عاوز احط بلانيت في جمله، ممكن اقول له اي نو. طبعا علشان اكتب باراجراف يا ابطال انا بسيب قيمه ثلاث حروف وببدا من هنا كده اقول له اي انا اي نو انا اعرف I know in my heart أنا أعرف من داخلي. ونحن السطر الثاني عادي بقى أبدأه من الأول. We need to look after. We need to look after. إحنا محتاجين نعتني بـ our planet. طيب cars السيارات يبقى we have to. مشي كله بقى بـ have to. We have to drive أو use الاثنين صح. We have to drive our cars علينا أن نقود سياراتنا less أقل. Bikes we نفس الجملة بقى. We have to علينا أن بس البايكس هقول معها ride. We have to ride our bikes علينا أن نركب دراجاتنا more أكتر. Trees أشجار We have to plant. We have to plant. علينا أن نزرع more trees. يعني أشجار أكتر. Work hard. We have to. ممكن أغير بقى. We should. We must. كله صح. Work hard. We must work hard. علينا أن نعمل بجد at this. لهذا. We must work hard at this. علينا أن نعمل بجد لهذا. ده الباراجراف. خد عندك كده سكرين شوت للباراجراف ده واحتفظ بيه عندك لأنه مهم جدا. هقراه لك تاني. I know in my heart we need to look after our planet. We have to drive our cars less. We have to ride our bikes more. We have to plant more trees. We should work hard at this. احنا كده خلصنا فيديو النهاردة. أنا مبسوط قوي إنك وصلت للنقطة دي في الفيديو. استعد بقى يا بطل لليسنز 5 and 6 للدرسين الخامس والسادس، وبعد كده ان شاء الله نخلص اليونت ونبدا نراجع على اللي فات. انا بحبك جدا، فخور بيك، اشكرك جدا، ثانك يو. خلصنا، سلام، جود باي.